السلام عليكم خواتاتي خوتي وكل متتبعي قناة هواة صفاء، كراكو دايري؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير. اليوم ان شاء الله كنشارككم طريقتي في تحضير اللحم. اللحم اللي كيجي رائع جدا، غادي نصوبوه مع السفرجل مع السل والبرقوق واللوز، كيجي شي حاجه هائله ديريها للمنزل ديالك ولا للضيوف ديالك، شي حاجه لذيذه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بطريقتي. غادي نحتاجو اكيد كميه تاع اللحم، هذا اللحم انا درت غير على حساب يعني افراد الاسره، اذا كانت عندكم عائله كبيره غادي ديروا يعني بزاف ديال اللحم. بالتوابل غادي نحتاج شويه ديال القرفه، سكينجبير او الزنجبيل، الكركم، فلفل احمر وفلفل اسود، وشويه تاع الزيت. غادي نحتاج واحد جوج ديال البصلات اللي مقطعاهم، راكو عارفين خصها البصله، يعني اللحم كيبغي البصله باش كتجي ديك الدغميره زويونه. اول حاجه حطيت داك اللحم في الطنجره ديال الدق، ضفت له تقريبا غير واحد المعلقه تاع الزيت، محيت ديجا اللحم فيه شويه ديال الشحمه، ما نكثروش الزيت، خليته يتقلى مزيان مزيان حتى كيتحمر. من بعد ما كيتحمر لي داك اللحم وكيتقلى، كنضيف عليه البصل. كما قلت لكم انا درت هنا زوج ديال البصلات، تقريبا واحد ربعه ديال المرصويات تاع اللحم. ضفت واحد الحبه صغيره تاع الطماطم، فوحده فقط، راني ما ذكرتها لكمش، وحده فقط صغيره. ضفت الملح عينكم ميزانكم. في التوابل غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم البلدي، غادي نضيف كذلك ملعقه صغيره نتاع الفلفل الاحمر، وملعقه صغيره من الزنجبيل او سكينجبير، راس ملعقه ديال القرفه، راس ديال المعلقه نتاع القرفه ولا ترمي وعود ديال القرفه، وراس ديال المعلقه نتاع الابزار او الفلفل الاسود. نخلي هاد اللحم يتقلى شويه مع دوك التوابل، ونضيف الماء، نقدره بالماء يعني على حساب، كاين اللي اللحم في السايد طيب، كاين اللي اللحم على حساب الحجم نتاع الخروف اللي عندكم. نخليه، غادي نخليه يطيب من بعد ما نقدر له الماء، ضروري تخليوه شويه يتقلى في هادوك التوابل باش يجيكم لذيذ. نسد على الكوكوت ديالي ونخليها، يعني راكو عارفين الطياب ديالكم نتوما كيفاش داير، حتى كيشوفوا داك اللحم طاب بهذا الشكل. هذا نكتفي بهذا القدر. نمشي للسفرجل، السفرجل شديته وقطعته، ومهم قطعته انا في هذا الحجم، ما نبغيش صغير بزاف. غادي نخوي عليه الماء وغادي نديره يطيب يتسلق، يعني نخليه يطيب على جانب. وهنا من بعد ما اللحم طاب بقى لي فيه المرق، غادي نحيد من هذاك المرق ونديره على البرقوق. البرقوق درته في واحد الكاسرونه، غادي نضيف عليه المرق باش يطيب فيه. من الاحسن تسلقوه في داك المرق نتاع اللحم باش يجيكم رائع. ندير كذلك البرقوق على النار يطيب. السفرجل ملي دخلوا الطياب يعني قرب صافي يطيب لي، غادي نضيف له تقريبا واحد زوج معالق ديال السكر سنيده وهو على النار، ونضيف له واحد نصف ملعقه ديال القرفه، ونخليها على النار حتى كيشرب لي كلشي وكيتعسل، كيجي هائل جدا. هذا نحيدوه على جانب ونخليوه يتعسل، والمرقه ديالي نردها على النار كتجمر باش يعني تجمر، ونضيف لها معلقه صغيره ديال سنيده يعني السكر ولا معلقه صغيره ديال العسل، هادو كيبقى اختياري. بالنسبه للبرقوق ملي يدخلوا الطياب وقربت نطفي عليه، ضفت له حتى هو معلقه ديال السكر وواحد نصف ملعقه ديال القرفه، وحتى هو غادي نخليه يتعسل. يعني هذوك كنعسلوهم، سواء درنا البرقوق سواء درنا المشماش، اي حاجه كنديروها ترافق اللحم خاصنا نعسلوها بالقرفه والسكر. صافي هنا درت اللوز كيتقلى، اللحم ديالي صافي تجمر وقف لي يعني جا زويون. كذلك السفرجل شوفوا كيفاش تعسل وكيجي هائل جدا، والبرقوق ديالي حتى هو واجد، ما بقى لي غير نقدم. حطيت الاول اللحم بهذاك المرق ديالو بهذيك البصله يعني اللي درنا فيه، حطيته في الطبسيل، وغادي نزينه بداك السفرجل. كندور عليه هذاك السفرجل اللي عسلناه ديجا بهكا بهذا الشكل، هذا هكا ملي كديروه كبير كيجي زويون. وغادي نزينه بالبرقوق، نتوما يعني عينكم ميزانكم التزيين نتوما كيبقى على حسب الرغبه، كاين اللي كيبغي غير هكا يرش البرقوق،
ودرت شويه نتاع اللوز. هذا هو الطبق ديالي ديال اليوم، نتمنى تجربوه بطريقتي ونال الاعجاب ديالكم. ويلا عجبكم عندكم تبخلوا عليا حبيباتي بلايكاتكم تعليقاتكم الجميله والاشتراك في القناه الجديدات. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع اللي عزيز عليكم، والى اللقاء.